اسمي جاكوب للوش، تولدت بعد الانديبندانس في تونس 59. انا رئيس جمعيه دار الذكرى اللي هي جمعيه حفاظ التراث اليهودي التونسي. تولدت في حلق الواد، كبرت في حلق الواد، بعد البكالوريا مشيت لفرنسا، كملت قرايتي غادي، عشت مده. وفي التسعينات فديت من العيشه لبرا ومن الغربه وروحت لتونس. حبيت نروح للبلاد افيك ان بروجي دو في، مش افيك ان اسبري دو روتريت ولا حاجه هكا. مانيش جيت لهوني باش نرتاح، جيت هوني باش نخدم بلادي زادا. دونك روحت وحلينا مع الوالده مشروع تبع الطبخ التونسي العتيق اللي هو تنجم تقول اليهودي التونسي. جو فولي بروبوزي للزبائن في الكليونات نتاعي ان فواياج دون لو تان. كانوا يجوني للمطعم كانهم داخلين في دار يهوديه تونسيه تاع الاربعينات والخمسينات، على خاطر بون فيها الموسيقى وال يافي لي غو يافي لي زودور يافي لي بروي يافي تو سا ايتي اون انفيتاسيون او فواياج. معناها اون بيرمانونس ا تو لي انستان كنت تسافر dans le temps. Voilà. Donc avec الكل خلاني من بعد petit à petit نخمم على الثقافة اليهودية التونسية والتراث اليهودي التونسي اللي اليهود التوانسة هما بيدهم ناسينو، والتوانسة المسلمين ما نحكيش عليهم، لا يعرفوه لا نساو ولا شيء. دونك أنا حبيت pendant plusieurs années نرجع للشباب التونسي اللي سرقوا له التاريخ نتاعو، اللي سرقوا له التراث نتاعو وكل شيء، نرجع لهم التراث اليهودي التونسي اللي ماهوش اون بروبريتي تاع اليهود برك. تراث يهودي تونسي معناه تراث تونسي. الموسيقى مثلا عندها عروق كبار برشا في اليهوديه، على خاطر شكون كان يلحن ويغني كذا؟ كانوا الاكثريه اليهود التوانسه، كما في المغرب وكما في العالم العربي الكل، خاطر الموسيقى كانت تخي كونترولي للمسلمين في الاسلام، اما عند اليهود كانت حاجه مسيبه. اي وكي تجي تشوف الطبخ، الطبخ كيف كيف برشا حاجات في الطبخ التونسي هما اليهود اللي جاوا من البلايص، من اسبانيا، اللي جا من تركيا، اللي جا من فلسطين، اللي جابوا معاهم التقاليد نتاعهم لي غوسيت نتاعهم وكل شيء. وي بين العروسات والعلاقات وكذا يا يو اون فيريتابل كوزين غاسترونومي نجم نقولوا تونسيه. وكي نحكيو على التراث التونسي نحكي على التراث ايماتيريال، ما نحكيش على الديار ولا احجار ولا حاجات هكا، نحكي على الفنون، نحكي على الصناعه التقليديه، نحكي على الكتب، على الشعر، على كل شيء اللي ما تنجمش تمس وما تنجم تعيش بيه وبلاش بيه ما تنجمش تعيش، اللي عندها قيمه كبيرة برشا. دونك ساعات نعملوا معارض، نعملوا دي كولوك، نعملوا دي سيمينير، نعملوا برشا حاجات باش نتعارفوا بالتراث هذايا الشعب التونسي اسونسيلمون. وكي نقول الشعب التونسي في توانسة مسلمين، توانسة يهود، توانسة مسيح، وتوانسة اللي باهيين واللي ما عنده لا دين ولا ملة. أنا نتعامل مع الناس اللي يحبوا يتعاملوا معايا، ونحب نرجع اون فيت الروح تاع تونس اللي عشت فيه وكبرت فيه، اللي ما كناش عندنا فرق
بين هذاك يهودي وذاك مسلم وذاك كذا وذاك كذا، ما على بالناش. انا طلت وعشت في بلاد اسمها حلق الواد اللي هي لاجولات، كانت حومتين صغار، اما كنا عايشين مع بعضنا عائله واحده، يهود ومسلمين ومسيح، الاكثريه كانوا يهود، المسيح كانوا زاد تريز امبورطون ماجوريتير زاد كانوا، اي المسلمين كانوا حاره وحويره. اما كنا عندنا مثلا سينما في حلق الواد كانت تحل البيبان نتاعها للاولاد صغار تروز اوكازيون دون لاني، في العيد الفطر وفي بوغيم اللي هو عيد يهودي وفي نويل، يدخلونا في السينما بلاش فلوس. دونك ما على بالناش باش نعرفوا كان انا يهودي ولا مسيح ولا مسلم. اي اليوم عندنا سينما بلاش، دونك الاحتفالات نتاعك تولي الاحتفالات نتاعي، والعياد نتاعك تولي العياد نتاعي، و فيس فيرسا. سيتي لو بلو بيل اكزومبل دو تاع لو فيفر انسومبل، على خاطر لو فيفر انسومبل سي با تبدا تلعب على بليزيور تابلو، نعطيك وجه هكا والاخر باش نعطيه وجه هكا، لا، على خاطر ان فيت لو فيفر انسومبل سي دو نو ميم بلو سو بوزي لا كيستيون de savoir qui est mon voisin. C'est mon voisin, c'est un être humain, Abdallah. Et Abdallah, Moussa c'est mon Abdallah. C'est un être que Dieu a créé, donc pour être heureux, et nous sommes les êtres humains à la recherche permanente du bonheur, c'est déjà commencer par aimer les autres et s'aimer soi-même, donc voilà, ça va ensemble tout ça. ألف وثمانمائة وستين واش كان عندنا بي الله يرحمه إلى إنيسي عهد الأمان، دستور جديد، دستور جديد كيتي تخي أون أفونس سور سون تان، مي سيتي من أول دولة في العالم اللي مثلا منعت الإسكلافاج، من أول دولة عربية في العالم اللي منعت و ابولي اهل الذمه. جو دير سي مي يا توجور فرق صغير بين لي لوا اي لي ميز ان ابليكاسيون دي لوا اي لي انتربريتاسيون دي لوا بار لي بوبل. دونك اون ا مي دو تان ا طاولت شويه الحكايه باش تدخل في مخاخ العباد وكذا. بعد الحكايه تاع عهد الامان وكل شيء دخلنا في الثوره ودخلنا في الدستور الجديد وكذا، عندنا دستور جديد و لا ليبرتي دو كونسيونس لا ليبرتي دو سي تمنيك سي دستور سكيزوفرينيا على حسب رايي انا، على خاطر يعطيك الحريه في الاعتقاد في برشا حاجات، اما يمنع لك حاجات اخرى. مثلا انا حر باش نبدا يهودي في تونس وتونسي يهودي، اما ما نجمش نكون نترشح للرئاسه مثلا، ما قلتلكش لي ماذا بيا نترشح، اما يا خويا فما لوجيك. سي لا سول شوز كي امبورت هي الوطنيه يا خويا. انا ريت عباد توانسه يهود اللي خدموا بلادهم ودافعوا على بلادهم وعاركوا على بلادهم ودخلوا الحبس على بلادهم وكذا اكثر من برشا مسلمين. دونك ماهيش الديانه اللي تعمل الوطنيه راه. دونك البلاد هذيا عندها تاريخ يهودي، عندها تاريخ مسيحي، وعندها تاريخ مسلم من بعد. كي تجي تشوف تونس مثلا مع المسيحية عطات ثلاثة بابوات للمسيحية للفاتيكان، تونس هي اللي كانت عاتية للروما انتيغ دو سينا رومان، عطات عائلة كاملة دو سيزار دامبرور avec la famille Septime, la famille Sévère, Septime Sévère et compagnie.
تونس في تونس تكتبوا لي دوغم دو لا كريتيانتي، معناها شيء من نور العقل. بلاش تونس المسيحيه ما تنجمش تكون اللي هي توا في العالم. تونس كانت اوسي مهمه ياسر في اليهوديه، وتونس في الاسلام للعباد والبلدان العربيه والاسلاميه الاخرى يشوفونا بعين زعما ما همش ديما موافقين معانا. يا خويا بعد القدس بعد المدين والمكة والقدس فما قروان الرابعة وين جات قروان؟ في تونس. دونك سامحوني، كان بداية الكل ما تستعرفوش في العالم، اللي في العالم العربي، اللي تونس بلاد مقدسة باليهود نتاعها، بالمسيح نتاعها، بالمسلمين نتاعها، بلاد مقدسة. فما حاجات مثلا دون لو كوتيديان هذا اللي تحكي لي عليه، تشوفهم ساعات في التلفزة ولا تسمعهم في الإذاعات، واحد باش يقول لك يحكي لك مثلا على الأكل، على الطبخ التونسي، يحكي لك على المدفونة، يقول لك هذه المدفونة تاع حشيكم اليهود. فاش قام تقول حشيك؟ حشيك تقولها على حاجة مسخة، تقولها على حاجة مكروهة، ولا مي هذاك ربي راهو خلقه، وربي اختار باش يكون يهودي. دونك كان انت تقول حشيك على عبد اللي خلقه ربي، معناها ماكش موافق خلقة ربي. دونك سامحني، كعبد ماكش موافق خلقة ربي تتسمى كافر انت. نجم نقول ربي يهدي، ربي حنن القلوب على بعضها بابا، باش نهار اخر التوانسه ينساو يسالوا رواحهم على هذاك شنو يهودي مسلم. لا سوليسيون ايديال هي التربيه، يلزمنا نربيو الاجيال القادمين هذوما جوستومون، نرجعوا لهم التاريخ نتاعهم، نرجعوا لهم التراث نتاعهم، نرجعوا لهم حاجات اللي على غالب تسرقوا لهم، وما هياش دولة أخرى اللي فكت لنا التاريخ نتاعنا وكذا، احنا بيدنا عملناها.